استلمت استجواب مقدم من الأخوة الأفاضل النائب ركان النصف والنائب حمدان العازمي، وأشرت عليه بأن يدرج في أول جلسة تالية، ولم تكن هي جلسة الغد إنما ستكون الجلسة اللي بعدها. الآن أنا عارف السؤال اللي يدور في أذهانكم جميعا، متى الجلسة التالية؟ يفترض بأن تكون جلسة 29-30، لكن هناك احتمال بأن يتم تقديم جلسة 29-30 إلى 22-23، وهذا هو الأرجح. فبالتالي يعني الاحتمال الأكبر أن يناقش الاستجواب في يوم 22 أو يوم 23، إلا إذا طلب الوزير التأجيل ويجاب إلى طلبه، لأن 22 أو 23 لن يستوفي المدة أو المهلة المحددة للوزير وهي 14 يوم، فيكون من حقه أن يناقش الاستجواب ومن حقه أن يطلب الأجل فيجاب إلى طلبه. الاستجواب طبعا ما مداني أقرأه، ولكن مقدم من 5 محاور إلى معالي وزير الصحة دكتور علي العبيدي.